وفي مسار كورونا نستعرض يوميا تجارب من حول العالم لمصابين بالفيروس ورحلتهم مع الإصابة والعلاج. معنا اليوم من نيويورك المصاب بفيروس كورونا عبدول طعيمة. أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية، نتمنى لك الشفاء العاجل. أستاذ عبدول، لو تحدثنا عن كيفية اكتشافك لإصابتك بالفيروس والمرض. هي بداية الاكتشاف بالمرض إن أنا كنت في رحلة في جنوب شرق آسيا، منهم الصين وتايلاند وبعض دول جنوب شرق آسيا، وبعد كده رجعت نيويورك في أول مارس، وبعدها بحوالي أسبوع جت عندي الأعراض، الكحة بدأت حاجات بسيطة، وبعد كده ضعفت، وبعد كم يوم جت السخونية في التنفس، فالإسعاف جت وروحت المستشفى وكده، واستنيت بساعات في المستشفى لحد ما دخلت، وكان الوضع سيء جدا في المستشفى، كان في مئات من المرضى ومئات من المصابين جوه، وكان الوضع كان غير مسيطر عليه تماما داخل المستشفى. أستاذ عبدول، سؤال فقط للتوضيح، لأنه سمعنا أنه بنيويورك فحوصات البي سي آر ليست متوفرة كما يجب، هل خضعت لفحص البي سي آر لتتأكد من إصابتك بالفيروس؟ بالضبط، أنا في لما دخلت المستشفى خضعت للفحص البي سي آر، بس النتيجة بتطلع بعدها حوالي خمس أيام عن طريق مكالمة تليفون، بيتصلوا بينا وبيعرفونا إن كانت النتيجة إيجابية أو سلبية. فأنا طلبت منهم برضو زي كابي يجي لي على العنوان بتاعي بالريزولتس اللي جات لي، بحيث إن أنا أتأكد برضو. بس حاليا هي مش متاحة، وصعب يعني، متاحة في بعض الأماكن مش في كل الأماكن، لازم يبقى في appointment ويتصلوا بالشخص بعد فترة. طيب، عندما جاءتك النتيجة بأنه بوزيتيف إيجابية، ما الذي حدث؟ هل يعني عدت مرة أخرى للمستشفى أم التزمت العزل المنزلي فقط؟ وماذا حدث في هذه الخمسة أيام؟ هل التزمت منذ إجراء الاختبار بالعزل؟ هو لما عملوا لي الاختبار في المستشفى، هو بما إن الاختبار النتيجة ما بتطلعش في نفس الوقت، بتطلع بعد خمس أيام، فهم صرحوا لي بخروجي من المستشفى بعد تاني يوم. قالوا لي أو مفيش علاج حاليا، ونتيجة هتطلع بعد خمس أيام، فالحل الوحيد إن أنت تعزل نفسك في البيت. فأنا قعدت وعزلت نفسي عزل كامل في البيت بدون يعني اختلاط بأي شخص، فده كان الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة. عبدول، اليوم هل أنت بت بخير؟ يعني السؤال، متى بدأت بهذه الأعراض وهل انتهيت من المرض؟ انتهيت من المرض، الإجابة مش عارف، لأن أنا عملت اختبار مرة تانية والنتيجة برضو طلعت إيجابية بعد أول اختبار بحوالي شهر، فأنا مش عارف هل أنا لسه في كورونا ولا أنا اتصبت تاني، بس يعني الإجابة غير معروفة. بسأل الدكاترة بيقولوا يعني الإجابة غير معروفة، يعني هم ما يعرفوش، لأن ده مرض ملوش علاج إلى الآن، فلسه ما حدش عارف. طب عبدول، هل في أعراض؟ هل تعاني من مشاكل صحية، في حرارة، في وجع، في ألم؟ كيف تشعر باختصار؟ لا، أنا دلوقتي الحمد لله كله تمام، بس الفكرة السؤال دلوقتي إزاي أنا اتصبت بكورونا تاني وأنا لسه منعزل، وأنا يعني ما عنديش أي أعراض دلوقتي، يعني الأعراض راحت من زمان الحمد لله، فكيف اتصبت تاني أنا مش عارف، يعني ما فيش علاج وما فيش أي حاجة. هل أنت متأكد عبدول أنك أصبت مرة جديدة؟ لأنه بعض الأوقات تبقى النتيجة إيجابية والأعراض تزول. أنا عملت الاختبار مرة تاني، فهم قالوا يا إما أنت اتصبت تاني من حد أو أنت لسه عندك الكورونا، يعني مش عارف، يعني الإجابة غير معروفة. نتمنى لك السلامة بطبيعة الحال، وشكرا لمشاركتك معنا هذه التجربة. عبدول طعيمة مصاب بفيروس كورونا، حدثنا من نيويورك الليلة.